السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في الوحدة الرابعة الأسبوع الثاني، التطبيقات الكتابية، مجال الحرفي والمهني، أنجز على دفتري، أكمل الجدول الآتي، مضارع والأمر في الماضي، أنت، قرأي لينا يلا، تصيح، أنت تصيح، أنت تصيحين، أنت تصيحين، تصيحين، أنا أصيح هو يصيح هي تصيح تصيح أمر أو هنا ديري هذه تصيح ديري لي في الفعل الماضي أنت تصيح أنت في الماضي أنت صحت جيد أوك هيا أنا ندير لكم فوق هنايا أنت باش نزيدو نوسعو الفهم ديالنا هنايا والدرس صح تا أنت صحت أنت صحتي صحتي أنا أصيح أنت تصيح أنا أصيح هو يصيح لا أنا أصيح في الماضي احنا درنا دابا مشينا في الماضي دوختي أنت أنا قلتي لي أنا أصيح أنت صحت أنت صحتي أنا صحت صحت في الماضي هو صاح هي صاحت هادو في الماضي هادو بغينا نديرو في الماضي هادو في المضارع بغينا نديرو في الماضي ماضي صافي ديروا الامر انت وانت انت انت صح 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 انت انت صحي صيحي 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 يا ابنتي صيحي بصوت مرتفع يا صيحي كان امرك صيحي انت صح انت صيحي مشيو هذا دوري يعني دوري على شي حاجه دوري حول المائده مثلا انت دوري في الامر دائما كيكون في في المخاطب انت دوري انت دور دور حول المائدة هيا أنا ديري في المضا في الماضي أنا أنا درت أنت 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 درتي أنا درت هو دار هي دارت في المضارع أنا أنت دابا أنت حاليا تدور أنت أنت تدورين أنا أدور هو يدور هي تدور في الأمر درنا هذه في الأمر صافي شفناها في الماضي هنا نمت أنت نمت أنت نمتي نمتي أنا نمت في الماضي كنقولوا نمت هو نام نام نامت في المضارع أنت أنت حاليا أنت أنت تنام تنام أنت أنت تنامي أنا أنت أنت تنامين أنا أنام هو ينام هي تنام أمر أنت أنت نم نم ولا نم 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 سهلة نم أنت نم نم على سريرك أنت أنت نمي نمي على سريرك
أنت نم على سريرك، أنت نمي على سريرك، صافي. وحول كل جملة حسب المطلوب. أنا صمت رمضان. أبي صام رمضان. أبي صام رمضان. رمضان. أمي صامت رمضان. أنا أسير بمهل. أنت تسير بمهل. تسير تسير بمهل. أنت تسيرين بمهل. بمهل. أنت تسيرين بمهل. جيد. مشيو اكتبوا كل كلمة مما يأتي في المكان المناسب. منبهرا، اسماء، هادو. منهمكا، صامتا، كاشفا، متنقلا، صفة ديال الاسماء. إذا شاهدت البيطري في عمله، واش منبهرا في عمله ولا منهمكا في عمله، صامتا في عمله، كاشفا في عمله، متنقلا في عمله؟ إذا منهمكا. منهمكا. إذا شاهدت البيطرية منهمكا، يعني مشغول في العمل ديالو، منهمكا في عمله. بين الحيوانات الماردة، يعني شنو غتكون؟ متنقلا، كيتنقل. متنقلا. متنقلا. بين الحيوانات المريضة، تنقل بين الحيوانات المريضة. حيدوها باش نعرفوا باننا راه حيدناها ما تجوش. عما تعاني من المرض. كاشفا، صامتا، منبهرا. كاشفا، كيكشف. كاشفا. شفا. عما تعاني من المرض. يشتغل منبهرا، لا يسألها ولا هي تجيب. أو يشتغل صامتا، لا يسألها ولا هي تجيب. إذن صامتا. ده الاحتمال دائما، الاحتمال الأول الثاني، شوف رايح لا ما عرفتيش. يشتغل صامتا، لا يسألها ولا هي تجيب. فإنك ستقف منبهرا. منبهرا به. أحكي الأسلوب الآتي. ما أروع ما يقوم به الطبيب البيطري. ما أروع أروع ما يقوم به الفلاح. فلاح نشيط. ما أروع ما يقوم به الفلاح النشيط. مثلا أضيف إلى كل كلمة صفات كما في المثال. ثعلب ناكر. ماكر. طبيب ماهر. ماهر. حيوان قوي. ومتوى متوحش. حيوان متوحش. متوحش. مرض فتاك. مرض فتاك. هذا المرض كيكون قتل، كيقتل. فتاك. مرض فتاك. إذا هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.